مرحلة من تجديد الحياة وطروحة الرئيسة، لأن الحياة ترتبط بتلازم الخير والشر ومشاركتهما معا في دينامية الحياة نفسها وفي المتخيل السردي لرواية الحجر والبركة، لندرك في الأخير أن تأويل الحياة سرديا يحتاج إلى أنساق فلسفية وإلى فهم عميق لفن العيش وإلى وعي يدرك الحياة في ماهيتها كتجربة تعاش على نحو ما عاشه سليمان الثنائي. ثالثا، ترتيب الفوضى. الانقسام موجه للسر في مغايرته واختلافه. استحضر في هذا السياق ناقد فرنسي رصين لكنه لم يكن متكرسا من لدن الإعلام الثقافي الفرنسي على وجه التحديد، رغم حديث رولان بارت عنه في أكثر من مناسبة، خاصة ما ورد في حوار مشهور بمجلة ديباب النقدية الفرنسية، ويتعلق الأمر بالناقد بول أونيشو الذي كان يشتغل لإنجاز أي عمل أدبي أو نقدي قدرا كبيرا من المعرفة والدقة والبحث المتواصل والاهتمام بالجماليات البنائية والفنية والكتابية. وعطفا على هذا الكلام، يحقق المكان في رواية الحجر والبركة تحققا للانتماء المشترك في منعطفاته، تبدأ الحياة وإليها تؤول، وتراه المكان لا يرتبط بتقله العاطفي بحسب، بل بممكناته، بوصفه كاشفا لصلة الوجود بالإنسان، وصلته بما تشكل في الماضي، وما يعاد تشكيله عبر تخيل الذاكرة، وهي تمد الحياة أو تمد الحياة بمنطلقات التفكير في آفاق رحبة، بيد أنه من الصعب معاودة كتابة تاريخ المكان كملحمة تشكلت في الماضي، لكونه ليس ميتافيزيقا ولا يخضع في الآن نفسه للتفسير العقلاني. والكتابة عن المكان بتعالقاته الدار البيضاء، هنا نموذجا في الحجر والبركة، في تعالقاته وأنساقه المختلفة مغامرة تتسم بقدر كبير من الغموض، وربما لهذا السبب كانت مهمة الكتابة عنه تشبه تعاليم الشاعر الإغريقي هيسيود. المكان لا يحقق حضوره في الحجر والبركة كجزء من تربة الوجود فحسب، بل كسيرورة تتحقق داخل الذات. الفرض هنا في مواجهة المكان، لا يصفه على نحو في منروج، بل يحاوره ويجادله بصوت الذات بوصفها نتاج وعي فردي يستند على الجدل المشروط بسياقات مخصوصة. ووفق هذه الرؤية يمكن القول أن المكان في رواية الحجر والبركة بممكناته الأنطولوجية يتحول إلى تراث ذات نفسها، ذات سليمان الثنائي. إن الأمر إذن يرتبط برغبة في إدراك الزمان كذلك كمدخل لفهم الحياة والوجود. والحالة هذه فالسرد ليس بنية جامدة بل حرية متحولة عبر حاضر الماضي وحاضر الحاضر وحاضر المستقبل. إحالة هنا على الزمان والسرد لبول ريكو، الجزء الأول. وتبعا لهذا السياق، فإن الرواية بشخوصها تتسم بفعالياتها السرية وقدرتها على تكوين العالم الذي أو التي بدونها لا يستقيم السرد ولا يتطور.